في كتير، تعبوك قوي يا غادي. ها لكن انت الانسان الوحيد اللي ما تعبتنيش يا استاذ فهمي، انا متشكره قوي قوي على موقفك معايا. لا متشكره على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا اول ما شفتك في المكتب روحي راحت مني، خفت لا تقول انك شفتني قبل كده. معقول برضه يا مدام؟ عيب، ده احنا رجاله. تشرب حاجه؟ لا متشكر، ما بشربش. ما بتشربش اي حاجه؟ اعمل ايه؟ ربنا خلاني من غير مزاج. يا خساره، كان نفسي اقدم لك حاجه يا استاذ فهمي. على العموم احنا فيها. اطلب. هو طلب كبير شويه. انت كمان كبير قوي يا استاذ فهمي. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. هو اصل في 13 شقه في وسط البلد هتخليهم الوزاره اللي فيها رفعت بيه. بتهيألي انا ممكن اكون واحد من اللي هتتوزع عليهم الشقه دي. انا عارف ان رفعت بيه بيعزني طبعا، بس انت لو نفسك معانا بتهيألي المساله دي ممكن تنجدي بسهوله. يا سلام، بس كده؟ انا نفسي اقدم لك حاجه اكبر من كده بكتير. لا 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 يا كابتن باشا، لا انا عايزك تطمن خالص. النهارده هتوصل لك حاجه هتعجبك قوي، هتخليك في ملك غير الملك. ادخل. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. طيب يعني اطمن على اذن الاستراب؟ طيب يا فندم. طيب يا سعاده الباشا، مع الف سلامة. عوض، ازيك يا عوض؟ انت جيت امتى وازاي؟ ازيك يا استاذ فهد؟ والله سلاماتي يا ابن خالتي. اه يا رب ما تتكسفش. اه ازيك؟ واخبار البلد ازايها؟ والله البلد بقت حالتها ناشفه قوي، واهي لما ضربني السلك قلت اجي لك اشوفك يمكن تساعدني في شغلانه. شغلانه ايه؟ هتشتغل ايه هنا عوض؟ اي حاجه ان شاء الله. اشتغل فراش في مكتبك دي. فراش ايه يا ابني؟ فراش دلوقتي لازم يكون مؤهلات. اسمع عوض، انا هشغلك شغلانه كويسه قوي، بس تفتح مخك معايا واللي اقول لك عليه تنفذه وانت مغمض، مفهوم؟ قلب ايدك دي، ايدك دي، وقالي هغمض من دلوقتي عشان انت تطمن. اهو كده تعجبك. اهلا اهلا وسهلا يا استاذ فهمي. اهلا يا حاج مصطفى. اهلا وسهلا، لعلك تكون بخير. الحمد لله. حبي ولا عيد الحاج يا ولا. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. اتفضل اتفضلوا. اقعد يا ابني. الله، ما تقعد يا ابني. خطوة عزيزة يا استاذ فهمي. الله يعز مقدارك يا حاج. عندك قد ايه؟ عندي 2000 والد تركيا. طيب على كام؟ على 20000. وهو كذلك. سلمني بكره، اصل الافيون اليومين دول شح قوي في البلد. ماشي يا حاج، بس من النهارده عوض هو اللي هيسلم ويستلم. انت عارف ما تاخذنيش، مشغولياتي بقت كتيره شويه. طبعا يا ابني ليك حق، انت دلوقتي ليك اسمك ومركزك. لا مرجح الا فهمي، لا مرجح الا فهمي، لا مرجح الا فهمي. كفايه كفايه هتافات. انا النهارده مش جاي علشان تهتفولي، لا 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 لا، انا جاي علشان مصلحتكم، علشان حقوقكم، علشان حقوق كل فلاح في كفر الغلابة. كفر الغلابة يا اخواني اللي هي بلدي، عشت فيها وتربيت على ارضها. كفر الغلابة للأسف يا اخواني اسم على مسمى. اي نعم اي نعم، اسم على مسمى. كفر محروم من العيشة الكريمة. طب ما تشوفكم عيمة بالعيش مستشفى عارف فيها. انا امي، امي انا يا اخواني ماتت علشان ما لقيتش ثمن العلاج. من النهارده كل ام في الكفر هي امي، هي امي انا، وعلاجها مني انا. كل طفل لازم يتعلم، كل فلاح لازم يلاقي اللي يكفيه. بنسمع الكلام ده من كل واحد يرشح نفسه، وبعد ما ينجح ما بنشوفش وشه. سيبه يا ابراهيم، سيبوه. الجدع ده بيتكلم مظبوط، بيتكلم على حق. انا ما يهمنيش ابدا ان انجح في انتخابات، ما يهمنيش ابدا ان اكون عضو مجلس الشعب. انا كل اللي يهمني مصلحتكم، وعلشان اثبت حسن نيتي يا اخوانا انا هتبرع، وحاشا لله ان يكون تبرع. لا، ده حقكم، حقكم يا اخوانا. ادي شيك مني ب50000 جنيه لاهالي القريه عشان يبنوا جامع، جامع كبير بدل الزاويه الصغيره اللي بيصلوا فيها، وكمان عشان تصلحوا المدرسه.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده فهمي بيه وصل بس دي مصاريف ياما يا سعادة البيه، انت يعني هتجني ايه من ورا ده كله؟ مهما صرفت المكسب اكتر. تعرف يعني ايه عضو في مجلس الشعب؟